كلنا أحداث مؤسفة راح ضحيتها حوالي 71 شخص كانوا من الشباب الصغير، شباب الألترس أو جماهير النادي الأهلي العاديين، حتى مش لازم كانوا من الألترس، كانوا كلهم شباب صغير وكان عدد كبير قوي. يمكن مرينا بأيام دمية كتير، مرينا بأيام شهدت الكثير من القتلى والكثير من الشهداء، لكن ما مريناش بيوم راح فيه كل العدد ده، وخصوصا انهم يعني ما لهمش في السياسة زي ما الناس شايفة انه اللي حصل ده حصل بسبب لعبة السياسة، واللي راح في النص ناس ما لهمش علاقة بالسياسة، ناس ما لهمش علاقة باللي بيحصل، فعشان كده يمكن هم ضحايا وضحايا كمان أبرية، يمكن ما كانوش جزء من اللعبة دي، ما كانوش الناس اللي عندهم الاستعداد انهم يقدموا نفسهم للشهادة. طبعا كان في منهم الكتير كده ولكن مش كلهم. دلوقتي احنا في شارع محمد محمود نفس المشهد اللي شاهدناه من شهرين في شهر نوفمبر الماضي، واللي بدأ بانه الداخلية اعتبرت ان الثوار بوجودهم في شارع محمد محمود بيحاولوا اقتحام الوزارة، وعشان كده استمر القصف لمدة 5 أيام متواصلين بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالخرطوش وبالبلي وبكل انواع القذائف، وكمان يمكن اشيع وقتها انه كان في رصاص حي ولكن مش متأكدين. لكن النهاردة بنشوف نفس المشهد من امبارح، شايفين نفس المشهد امبارح، الألترس اتحرك في مسيرات مختلفة من أماكن مختلفة، مش بس الألترس، كمان شباب مصري مختلف اتحركوا في مسيرات في كل حتة في القاهرة عشان ينددوا باللي حصل وعشان يقبلوا أرواح شهدائنا اللي ماتوا إثر حادث بورسعيد المؤسف. ومن هنا راحوا بمسيرات عند وزارة الداخلية، ومن هنا بدأ القصف وبدأ الاشتباك وبدأ الاحتكاك زي ما احنا شايفين المشهد دلوقتي. شارع محمد محمود اللي كانت المعركة فيه في البداية اتبنى عندها سور، وهي كانت عند شارع يوسف الجندي المتقاطع مع شارع محمد محمود، وبعد ما قررت قوات الأمن أخذ هدنة قامت ببناء سور من الصلب أو من المسلح زي ما بيقولوا، وبقى السور ده بيفصل شارع محمود الجزء الأول الأقرب لميدان التحرير عن الجزء الثاني من الشارع واللي هو الأقرب لوزارة الداخلية. بعد المعركة ما بدأت امبارح قاموا الناس بتكسير جزء كبير جدا من السور، السور كان عالي جدا فكسروا الطبقة العالية من السور، يعني لو الكاميرا تتحرك نشوف المشهد، وبقى في كمان جزء من السور مكسور تماما وبقى في طريق الناس بتعدي منه من خلال السور. والمعركة حاليا المفروض ان هي بعد السور زي ما احنا شايفين حالات الكر والفر وقنابل الغاز المسيل للدموع اللي بتلقى على المتظاهرين لتفرقتهم، نفس المشهد اللي كنا متعودين عليه برضو في شارع محمد محمود وفي أحداث مجلس الوزراء، الموتوسيكلات والناس أصحاب الموتوسيكلات اللي بيقوموا بعمل الإسعاف للناس، بيقوموا بنقل المصابين من داخل مكان الحدث للخارج عشان يتعالجوا في المستشفيات الميدانية. يمكن في بداية المعركة نفسها أنا كنت موجودة بنفسي في شارع منصور، اللي حصل أنه كان في مسيرة معدية من قدام وزارة الداخلية واستمروا في الهتاف، ويعني الهتافات التي فيها نوع من الشتيمة أو الإهانة لقوات الداخلية، لأنه طبعا في حالة من الغضب والحزن شديدة عند الناس، وكما برضو نعلم جيدا هتافات الألترس اللي تعودنا عليها اللي بتبقى معظمها من الشتيمة وفيها يعني لهجة غضب، فعشان كده بدأت القوات بالقصف واعتبرت أن الناس بتحاول تقتحم الوزارة. يمكن فعليا في بعض المجموعات بتحاول ده، فعليا في بعض المجموعات بتحاول اقتحام الوزارة، ويمكن ده برضو سبب للقوات الداخلية ان هي تقوم بقصف القنابل المسيله للدموع عشان تفرق الناس عشان ما يدخلوش يقتحموا الوزارة. طب يعني زي ما احنا شايفين دي محاولات من بعض الافراد ان هم يدعوا الناس للخروج للميدان وان هم يسيبوا المكان اللي فيه الاحتكاكات بين قوات الشرطه وبين المتظاهرين. طيب ممكن تقول لنا وجهه نظره وبعدين تقول لنا وجهه نظرك، ممكن تقول لنا وجهه نظرك؟ انا وجهه نظري ان هم المفروض اصلا ما يخشوش جوه، لان جوه مش صح، صورتنا في الميدان، صورتنا مش جوه. انا لو مكان اللي جوه دول مجندين زينا، انا لو دخلت الجيش وجالي امر هقف زيهم غصب عني، مش ضرب اللي جوه دول، ما ضربتهم لازم يردوا عليا بقراطيش ويردوا يا عم. انا اخواتي ماتوا، انا اخويا مات،
اخويا مات، انا اخويا مات، ايوه اخويا مات، بس لما انا اموت، لما انا اموت، لما انا اموت مش هجيب حقي، لما انا اموت مش هجيب حقي، انا هاجي من بره بصوتي، مش لما انا اموت مش هجيب حقي، مش هم دول. لا ازاي برضه؟ لا تبع الحكومه، تبع الحكومه. انت عايز اللي فوقيهم مش عايز دول، انت عايز اللي فوق، انت عايز اللي فوق مش عايز دول، دول زيهم زي يا عم، مش دول، مش دول. انت يا جماعه، يا جماعه، طب يا جماعه نهدى نهدى. دلوقتي في 70 واحد مات، وعشان كده احنا متضايقين كلنا. نموت ناس تانية، نزود الدم. ما هو ده بيزود الدم. هنعمل ايه؟ مين ينفع كده؟ 75 واحد ماتوا، حرام. الاصابات دلوقتي وصلت لمئات، يعني وصلت لحوالي 800 شخص، ممكن تبقى وصلت ل 1000 دلوقتي. ما حصلش في الجزائر، ما حصلش في تونس، حرام. ما حصلش كده يا ابله، ما حصلش كده لما كنا في السودان. هم عاوزين، انت من شباب الالترس؟ عاوزين يصفون الالترس. طلع بيان رسمي امبارح ان اللي عند وزاره الداخليه دول مش الترس. مين الالترس؟ اهلاوي. لا 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 لا، احنا مش بلطجيه، احنا مش احنا تسول، احنا شكلنا تسول، احنا شكلنا، احنا مجرمين. ده ذبحوا اخواتنا، اخواتنا. احنا لو ما حصلش قصاص في السرعه، هنروح على المركز العالمي، وهنروح على طورة، هنروح على طورة. عرفت اللي حصل ده؟ المشرطة قدامه مستني ايه؟ مستني ايه؟ دلوقتي احنا في شارع الفلكي، احد الشوارع المتفرعه من شارع محمد محمود واللي بيوازي شارع منصور، اللي هو فيه يعني اساس المعركه، او فيه المعركه اكتر من اي مكان تاني في الشارع. لاحظنا انه في سور من سلك شائك كان بالفعل موجود في الشارع، وفي مجموعه من الثوار عاملين جدار او درع بشري، وواقفين عشان يدافعوا عن مجموعه من الضباط وعساكر الامن المركزي اللي مضربين عن المشاركه في القصف على الثوار. فعشان كده هم بيحاولوا يحموهم عشان ما يحصلش اي تقدم من قبل المتظاهرين اللي في وسطهم، ان هم يتحاولوا يتقدموا ناحيه الداخليه من ناحيه شارع الفلكي ده. محمد إيهاب علوي. محمد، ليه عاملين الجدار البشري ده؟ حضرتك عندك في مستشفى، وغير كده اللي احنا عارفينه ان العساكر هناك عاملين اضراب، اللي هم مش عاوزين يروحوا ناحيه المكان اللي فيه الضرب كتير، وفي عساكر مكلبشه هنا وجم. واحنا مكلبشه ازاي يعني واقفين؟ انا ما اعرفش قصه مكلبشه، طب قولها راجل. بس في هنا ضباط وفي عساكر هنا مش بيدخلوا في غاز، عاملين اضراب عشان مش عاوزين يخشوا يعملوا اي حاجه هناك. وفي نفس الوقت احنا واقفين هنا عشان في مستشفى هنا ميداني، احنا خايفين حد يخش جوه ويحصل بعد ما يحصل احنا ده الكلام ده ونضرب فيهم، او يحصل اي مواقف شائك ممكن يطلع الناس عند المستشفى. واحنا مش عايزين كده، احنا ناس كلها محترمه زي ما حضرتك شايفه، كلهم خايفين على البلد دي، وكلهم مؤمنين على البلد دي، وهنفضل واقفين لحد ما نموت، لحد ما نامن القصه دي كلها. بس هل كان في محاولات من المتظاهرين اللي في شارع محمد محمود نفسه ان هم ييجوا هنا؟ طبعا حصل شويه متظاهرين حبوا يخشوا جوه، بس طبعا برضه اكيد متظاهرين محترمين وكل حاجه، هم بس عشان جواهم خل وجواهم كل حاجه من اللي احنا نعرفه كلنا، لكن في نفس الوقت ما نحطش عليهم الظلم، بس كلهم احترموا الاكلام اللي احنا قلنا لهم، وكلهم واقفين. وحضرتك زي ما حضرتك شايفه، اذا حضرتك ممكن تصوري كمان اللي هناك، وهتشوفي كل الناس حواليك والناس واقفه عشان خايفه على بلدي مش اكتر ولا اقل. يعني في رايين هنا في الشارع، في بعض الناس بتحاول تطلع الناس لميدان التحرير، بتحاول تقول لهم ارجعوا عشان ما يحصلش عنف زياده، ما يحصلش مصابين زياده ودم زياده. فانتوا ايه رايكم في الحاجه؟ احنا كلنا هنا، كلنا اكيد خايفين على انا عن نفسي ما ارضاش ان انا واحد زي اخويا اعرفه النهارده من ساعه اللي انا اشوفه جنبي بيتعور. كلنا خايفين، وكلنا شايفين في نفس الوقت اللي احنا عاوزين ناخد حقنا، وما بناخدش حقنا في اي حاجه، لكن في نفس الوقت احنا واقفين عشان نثبت للناس اللي احنا عندنا السلوك، عارفين ازاي يعني ايه سلميه، عارفين يعني ندافع على حقنا. طبعا في شويه تعديات، وفي شويه تعديات من الداخليه، وفي شويه تعديات من الثوار، لكن في نفس الوقت احنا كلنا هنا مع المظاهرات السلميه اللي احنا قعدنا 18 يوم في الثوره من غير ما نرمي طوبه، كان بيترمي علينا طوبه واحنا اللي كنا بنرمي طوب، واخدنا حقنا. احنا عاوزين نعمل نفس في، ويمكن المشهد بتاع دلوقتي دي كمان حاجه جديده، يمكن زي ما انت بتقول في تعديات من قبل القوات الداخليه، وفي تعديات برضو من قبل الثوار، ودلوقتي زي ما في ثوار سلميين طول الوقت مش عايزين يعملوا اي مشاكل في جزء من الداخليه متضامن معاكم. طب شفتوا ده ازاي؟ ده اللي احنا عرفناه عشان اتكلمنا، وفي حد جانا من عندهم هناك واتكلمنا معاه. وفي نفس الوقت اقول لحضرتك على حاجه،
احنا اتكلمتوا معاه قلتوا ايه وقالوا لكم؟ قالنا جالنا واحد منهم من الناحيه الثانيه دي قال لنا الظباط العساكر دول كلهم مضربين مش عاوزين يروحوا ناحيه ثانيه. وفي نفس الوقت حاجه احنا حتى لو هم مش مضربين احنا مش المطلوب مننا اللي احنا نعمل اللي احنا هنعمله. احنا في سلاك شايكه اخرنا اللي احنا نقف غير كده ما اظنش ان حد هنا خلاص عاوز يقول حاجه زياده. احنا عايزين نقف نعمل الموضوع وربنا يكرمكم وتبلغوا الاعلام يبقى اعلام نظيف يخاف على البلد دي مش يحرض الناس على اي حاجه ثانيه. والناس كلها هنا ناس محترمه منظمه مفيش اي حاجه ثانيه نقدر نقولها. حد عاوز حاجه ثانيه رجاله مصر شكرا زي ما احنا شايفين الناس اللي واقفه عامله الدرع البشري عند بدايه شارع الفلكي عشان في حالات الكر والفر والناس بتجري محدش يجري على شارع الفلكي فيروح لوزاره الداخليه من اتجاه تاني او يروح ناحيه مستشفى الميداني اللي اتكلمنا عنها من شويه او ناحيه العساكر والضباط اللي مضربين عن القصف على الثوار. تعودنا المستشفيات الميداني بتتنصب على طول في اقرب مكان الحدث عشان يبقى فيه اسعاف سريع جدا للمصابين. ما بيعتمدوش بس على المستشفيات الميدانيه اللي موجوده في ميدان التحرير او ما بيعتمدوش بس على الاسعاف فبيبقى فيه حاجه قريبه جدا عشان تلحق الناس بسرعه للحالات اللي محتاجه اسعاف سريع. معايا احد الدكاتره ممكن تعرفنا بحضرتك؟ انا مارك. طيب دكتور مارك يعني الحالات اللي وصلت لكم خلال النهارده وامبارح كانت اصاباتها نتيجه ايه؟ في اصابات كل حاجه في خرطوش في ضرب نار في كل حاجة. أنا مش عايز أقول حاجة. أنا اللي أنا عايز أقوله إحنا فاتحين مستشفى هنا إحنا محتاجين سبلايز. إحنا محتاجين سبلايز. محتاجين إيه؟ محتاجين إيه؟ محتاجين سبلايز. خشوا على تويتر هيعرفوا السبلايز بتاعت إن إحنا محتاجينها في التحرير. فضلكوا حاولوا تساعدوا. ممكن تقول لنا من هنا يعني إيه؟ أنا مش متابع الزخانة ممكن تسألوا الدكتور بس إحنا فعلا محتاجين سبلايز. عندنا كل الحالات في مستشفيات في كل مكان في الميدان. في حالات وفاة غير الحالة اللي سمعنا عنها النهاردة؟ احنا مش عارفين حالات الوفاة. الحمد لله في المستشفى بتاعتنا المستشفى الميداني مش بتاعتنا بس وحوالينا محصلش حالات وفاة الحمد لله. بس احنا سمعين في حالات وفاة كانت في عمر مكة وفي حالات وفاة كانت جوه وفي ضرب نار. ومن داخل المستشفى الميداني اللي بالظبط جنب شارع منصور معايا اتنين من الدكاتره ممكن تعرفنا بحضرتك؟ دكتور حسن. انا حضرتك دكتوره بسمة العشري. اهلا بيكم. ممكن تقول لنا ايه يعني الاصابات اللي موجوده؟ هل هي اصابات اختناق نتيجه الغاز المسيل للدموع بس ولا في انواع تانية من القذائف؟ المعظم كله بيعتبر اختناق. ده اللي هو الغريق زي الغريق بالظبط. ده معظم الحالات اللي عندنا هنا اللي شفنا. في بعض الحالات كانت كسور وكانت تدافع. لا وفي حالات خرطوش. خرطوش
في اصابات خرطوش كتير يعني النهارده شفت 6 حالات خرطوش لغايه دلوقتي، بس هي اصابات يعني تعتبر الحمد لله طفيفه، مش خطر قوي لان الخرطوش ممكن يموت، بس الحمد لله رب العالمين كانت بسيطه وتعاملنا معاها يعني. طب هل في حالات وفاه؟ احنا سمعنا عن حاله وفاه واحده النهارده. انا ما شفناش، لكن هنا في المستشفى المدني ما حصلش حاجه. طيب الناس شايفه ان الغاز بتاع المره دي كمان اقوى كمان من غاز محمد محمود حتى المره اللي فاتت. قنبله مختلفه. هو الغاز انا حاسس ان هو بس المفعول بتاعه زاد شويه، القنبله اختلفت حجمها وشكلها اختلف. يعني نسبه يعني الغاز هو نفس الماده ولكن نسبته هي اللي اعلى او مركز اكتر. بس هي القنبله شكلها اختلف، شكل القنبله الفوارغ اللي بيبقى من جوه شكلها مختلف جدا، لكن الله اعلى وعالم لسه ايه نظام. هل لاحظتوا ان الغاز ده بيعمل بيشتغل على الاعصاب او بيسبب حاجه ليها علاقه بالاعصاب؟ لا، حالتين جالهم تشنج، واحده وواحد جالهم تشنج وما كانواش عارفين يتحركوا، وحاله تشنج كانوا وكلانشنج سنان قفلت ما كانواش عارفين يتنفسوا واتنقلوا للاسعاف. اسعاف بتنقلهم يعني. طيب ممكن بقى تقول لنا ايه اللي محتاجينه عندكم في المستشفى الميداني؟ سمعنا ان انتم محتاجين دلوقتي اهم حاجه نور، يعني لو هناخد نور الكاميرا دي اهم حاجه. طيب لا يعني ايه كمان غير النور؟ هل محتاجين ادويه معينه او ادوات معينه؟ لا هو تساله في الصيدليه انا بس العينين، قطره للعينين. وعايز حضرتك من الصيدليه، طب قول لنا ايه اللي محتاجاه. اساسا انا جاي محتاجين ايه بقى؟ محتاجين قطره للعين، محتاجين شاش، ومحتاجين عصائر، وعايزين اضاءه للنور. طب اتفضل اسالي في الصيدليه لو عايزين حاجه، اسالي في الصيدليه. اتفضلوا، متشكرين جدا. كمان اصلا شاش وعايزين بيتادين وعايزين عصير، عشان اصلا لما تيجي حالات التشنج احنا بنخليهم يرجعوا بعد الترجيع بتاعهم ب5 دقائق او 10 دقائق، ومحتاجين عصاير وسوائل وكده وسوائل، واحنا ما عندناش حد يجيب لنا اي حاجه، ومحتاجين مناديل برضو لان احنا بننسى وكده، ومحتاجين الاضاءه بس بتاعت النور عشان احنا مش هنعرف كده نشتغل في الضلمه دي اساسا. يعني زي ما احنا سمعنا من الدكاتره ومن اللي بيساعدوا في المستشفى الميداني هنا، يعني هي واحده، هي مش دكتورة، هي واحدة من المتطوعين اللي بتخدم في المستشفى. هم محتاجين إضاءات، يعني أي مصدر إضاءة يديلهم نور، محتاجين بتادين، محتاجين شاش، محتاجين مناديل، محتاجين عصاير، محتاجين محلول ملحي. يعني وده المكان زي ما احنا شايفينه، مكان يعني محاط بأحبال، وفي كمان مجموعات من الناس اللي عاملة دروع بتحمي المستشفى عشان الإصابات تقدر تدخل. كمان واضح ان هم محتاجين بطاطين، بيقولوا ان هم محتاجين بطاطين عشان يقدروا يفرشوا المستشفى، ان الحالات تقعد على البطاطين. المستشفى دي زي ما احنا شايفين هي بالضبط على ناصية شارع منصور، شارع منصور اللي هو الاشتباكات فيه يعني هي الأعنف والأكثر على الإطلاق، هو اللي فيه المكان الرئيسي للمعركة. طبعا المعارك بتمتد والاشتباكات بتمتد للشوارع المحيطة، ولكن شارع منصور هو الأساس. طيب احنا دلوقتي في بدايه شارع منصور من ناحيه ميدان باب اللوق، يعني الاشتباكات هنا مش عنيفه قوي، الاشتباكات في اشدها اقرب لوزاره الداخليه بعد تقاطع محمد محمود. حتى معايا مجموعه من الناس، ممكن يعني تقولوا لنا شايفين الموقف دلوقتي ازاي؟ انا شادي محمد، انا بقول يا جماعه اللي بيحصل ده مخطط، وزاره الداخليه مش هي الهدف. احنا ايه هنستفاده من تكسير وزاره الداخليه؟ في تحريات عسكريه وفي ناس داخله خونه بيسخنوا الناس عشان يطلعوا يموتوهم، ده موت ببلاش. ليه موت الناس ببلاش؟ يعني انت شايف ان في ناس مدسوسه في النص، مدسوسه وبتولع الدنيا، احنا مدنا بيخلوا الناس الثوار يتقدموا ناحيه الداخليه. ايوه، وغلابه الثوار الحقيقيين في التحرير، احنا نرجع تحرير نامن ميداننا ونوقفه اللي بيحصل ده. امال اللي هنا دول مين؟ اللي هنا ناس غلابه برضو، يعني سخنين على اللي بيحصل. ليه بقى انا بقول كده؟ لان ميداننا الحقيقه والتحرير. انا استفاد ايه من الداخليه؟ الداخليه ما هي الا دوبلير للمجلس العسكري احنا عمالين نخبط فيه، ده خط اول. انا لو ولعت في وزاره الداخليه استفاد ايه؟ الثوره الحقيقيه تبقى في الميدان والناس ترجع الميدان. يا ريت العقلاء يقللوا الخسائر، ده موت ببلاش. ده قلنا مع الناس شافوا انه اخواتنا ماتت واخواتنا اتذبحت واخواتنا راحوا، فاهم؟ دي كلها مخططات. ما اللي حصل في بورسعيد ايه؟ ما هو كلها مخطط، دي ميليشيات منظمه، امن الدوله على مخابرات حربيه على وبقايا، كله مخطط وبيلبسنا احنا. والمجلس العسكري هو العدو الحقيقي، لازم نقول هو العدو الحقيقي، ولازم نهدى كلنا ونرجع الميدان نأمنه. ميداننا ثورتنا بدأت ميدان، مش عايزين ننجر. الداخليه ملهاش اي قيمه، انا بس هو ده اللي عايز اقوله. بس عايز اخد رايك في حاجه، انت بتقول انه الهدف الحقيقي هو المجلس العسكري او المشكله الحقيقيه مع المجلس العسكري. طيب مجلس الشعب في جلسه طرى اللي قاموا بيها امبارح كانوا شايفين ان المسؤول الاول هو وزير الداخليه وطالبوا باقالته والنائب العام، يعني كبش فدا زي اي كبش فدا. مين اللي بيعين وزير الداخليه ومين اللي بيعين رئيس الوزراء؟ هم العدو الحقيقي اللي فوق، هم اللي بيعملوا كده. هو تنطوى المجلس العسكري،
احنا بنعمل ايه؟ بنغير عرايس مارونيت، لكن اللي بيحرك العرايس هو المجلس العسكري. يبقى احنا كلنا لابسين في الحيطه زي المجلس العسكري، لازم كلنا نرجع، ده احنا بنموت ببلاش يا جماعه. هل انتوا هل حضرتك معايا في رايي وان انتوا ترجعوا عن وزاره الداخليه؟ موقف انا عشته. لحظه يا حبيبي، معاكي عميد ثوار الشرقيه بالتحرير من اول يوم اجتمع معانا مساعد وزير الداخليه النهارده قبل صلاه الجمعه، وعملنا دروع بين الامن وبين الناس اللي هي داخله على شارع منصور. واخد بال حضرتك؟ عملنا دروع. انا كنت عامل درع في الشارع اللي جنب منصور، كنت عامل درع والله العظيم اتضربت. احنا او والله العظيم والله او كنت عامل درع بيني وبينهم والله العظيم اول واحد اتضرب. خلينا اقول حاجه، انه ده حصل فعليا واحنا بنصور، يعني ده حصل قدامنا واحنا بنصور. واحنا في الصاله معانا الضباط حضرتك، واحنا الضباط معانا في الصاله، ضربوا الضباط في الصاله. الرساله الاخيره اللي عايز اقولها، المجلس العسكري بيحاول يضيع شباب مننا زي الفل بسبب مع الداخليه مش هي الاساس، مجلس عسكري هو الاساس. طبعا دقات الخطر اللي تعودنا عليها من المتظاهرين بيخبطوا على اي حديد موجود في الشارع. الميدان، لانه طبعا النهارده كان في دعوات لمليونيه وفي مسيرات اتحركت من اماكن مختلفه كتير في القاهره، وصلوا للميدان تقريبا على الساعه 4 الساعه 5، والميدان طبعا في اعداد كبيره جدا. معايا الفنانه جيهان فاضل، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. شايفه اللي حاصل دلوقتي، الوضع يعني عموما عامل ازاي في وجهه نظرك؟ بصي، بغض النظر عن دلوقتي، انا عارفه انه في ناس منقسمه، ناس ضد اللي بيحصل في محمد محمود، وناس معه وناس بتنظر وناس بتتكلم. في النهايه هو اللي هقوله حاجه واحده، انتوا منتظرين الناس تعمل ايه؟ اما يحصل مجزره بالمنظر دي، اما يموت شباب صغير في السن ده وما فيش حاجه بتحصل، ويجتمع مجلس الشعب فيقعدوا يتكلموا وما فيش قرارات، وكلام على انه اقاله الاتحاد والحكم غلطان والحكومه، والموضوع اكبر من كده بكتير، والناس كلها فاهمه ان اللي حصل ده كان مؤامره، والناس اللي ماتت دي ناس ماتت على ايد قتله ماجورين، لان طريقه القتل نفسها ده مش مشجعين بيتخانقوا، ده قتله، ده قتلة. وعايزني فالناس فاهمة ان دي مؤامرة، وان اللي حاصل ده ومؤامرة مش من طرف ثالث، ولا ده مؤامرة، لان الالتراس كان لهم موقف سياسي، ولانهم وقفوا معنا هنا في الميدان، ولانهم كانوا ابطال في محمد محمود، ولانهم كانوا معنا في اعتصامات مسبير، ومعنا في وقت موقعة الجمل، فاللي حصل ده تصفية ليهم، وده اعتقد كل الناس مدركاه وكل الناس فاهماه. فبالتالي ان انا ابتدي اجيب ادور على كبش فدا، ده كلام مش هيهدي الناس. الناس بتطالب، الملايين نزلت بتطالب العسكر انهم يسلموا سلطه، والعسكر على ايدهم دم. احنا بقى لنا سنه في الاحداث دي، سنه الناس بتموت وما زال لسه في ناس هتموت، والحل واضح، وكان لازم ان ده اول حاجه تتقال، ولازم يبقى في اجماع عليها في مجلس الشعب، لان الناس مش هتقبل باقل من كده. فمحدش يكلمني على رد الفعل بتاع الشباب عند محمد محمود، لان الشباب ايقنوا وادركوا ان محدش هيجيب لهم حقهم،
في البداية الناس كانت بتقول ينجيب حقهم يا نموت زيهم، دلوقتي كل الناس اللي احساسهم احنا رايحين نموت وخلاص. طيب حضرتك شايفه موقف المجلس العسكري بقى ليه يعني اصراره على عدم تسليم السلطه على الرغم من ان المطلب ده موجود بقاله فتره طويله؟ يمكن من جانبه هو بيقول انه مفيش قوه في البلد ممكن تمسكها في عدم وجوده، فحضرتك يعني شايفه ده حقيقي ولا تفسري موقفه بيه؟ انا اللي فاتت ده هو ده الطريقه لمسك السلطه، يبقى بلاش حد يمسكها خلاص. يعني لو كان الدم ده كله والاحداث اللي بتحصل دي هو ده طريقه في مسك السلطه، لا بلاش، احنا بغنى عن الدم ده كله. الناس اللي بتموت دي عماله بتموت ليه؟ عشان بتدافع عن حقها وحريتها؟ هو ده طريقه، هو ده كده انه بنمسك زمام الامور وكده بنمسك السلطه؟ احنا رافضين الكلام ده، احنا مش عايزين الدم ده كله، واحنا اللي احنا بنعمله ده عشان احنا رافضين الدم، ومش عايزين يبقى في عنف، ومش عايزين عيال صغيره تموت. كفايه عواجيز فوق الـ80 مكلبشين في كراسيهم، واللي بيموتوا اطفال عندهم 16 و17 سنه، ده يرضي مين؟ طب السؤال هو ما تسالينيش انا هم ليه قاعدين، السؤال هو انتوا ليه قاعدين؟ اما الشعب كله بينزل وقال لكم امشوا، احنا مش عايزينكم، ما فيش شرعيه لوجودكم. الناس قبلها حتى يعني يا ربي قالت مجلس الشعب يتولى السلطة، هاتوا رئيس مؤقت، هاتوا مجلس رئاسي، هاتوا اي حد حطوه، بس احنا مش عايزين العسكر. فيعني ما يوصل الناس انها مخنوقه للدرجه دي بتقول اي شيء، ده الناس استفتت علشان احتمال العسكر يمشي، اختاروا الحريه والعداله عشان احتمال العسكر يمشي، اختاروا مش عارف ايه عشان العسكر يمشي، هم قابلين اي شيء، احنا قابلين اي دستور، اي حكومه، اي مجلس شعب، بس العسكر يمشي. فده كان هدفنا الاساسي، والسؤال هو ايه اللي بايه يعني؟ اما يطلع المشير طنطاوي يقول اصل الشعب رايح في اتجاه واحنا في اتجاه تاني، ما تنزلوا الشعب ساكت ليه ما تنزلوا توقفوهم؟ مين اللي يوقفوا مين؟ الشعب يعني ايه المطلوب؟ ان الشعب ينزل يدبح في روحه؟ هو ده الخطه ان يبقى في حرب اهليه في مصر؟ اما يحصل مخطط بالمنظر ده والمحافظ ومدير الامن بتاع بورسعيد ما يحضروش الماتش، والابواب تتقفل على الناس من جوه من بره، والداخليه تقول اصل ما حدش بلغنا ان احنا المفروض نحمي، والجيش يقول اصل ما حدش قال لنا ان احنا مفطب، لما انتوا ما بتحموش غير المباني بتاعتكم، فانتوا ماسكين انهي سلطه؟ هنتكلم عن تداعيات الموقف نفسه بقى، والموقف اللي احنا واصلين له دلوقتي في عند وزاره الداخليه النهارده ده اضعف الايمان. اما توصلي الشباب ان هم يؤمنوا ان كل اللي بيتقال ان ما حدش هياخد بحقهم، وان كل اللي بيتقال كذب، وان ما فيش ثقه في حد، يبقى هو ده رد الفعل الطبيعي؟ هل دي الطريقه؟ يمكن زي ما حضرتك قلتي انت ضد الدم وضد العنف وضد الاطفال الصغيره اللي بتموت، اما ده مزيد من الاطفال الصغيره هتموت. عشان كده بقى لنا سنه لسنا الدلدل، انتوا بتوصلوا الامور انه هيبقى في دم في كل حته، لان البني ادم طالما اقتنع ان مفيش حد هيجيب له حقه وهو بينزل يجيب حقه بايده. كنا معاكم النهارده من قلب الاحداث من داخل شارع محمد محمود من شارع الفلكي وشارع منصور، شفنا معاكم الاشتباكات والكر والفر بين المتظاهرين وبين قوات الامن المركزي، شفنا معاكم المستشفيات الميداني اللي قريبه جدا من مواقع الحدث، طبعا بالاضافه لعربيات الاسعاف والموتوسيكلات اللي بتنقل المصابين من الداخل توصل بيهم للمستشفيات الاكبر اللي فيها نجده للحالات المتعثره اكتر. اتكلمنا كمان مع الناس اللي بيشاركوا في داب نفسهم، كان في جزء بيحاول يقنع الناس ان هم يخرجوا من شارع محمد محمود ومنصور والفلكي وكل الشوارع المحيطه بوزاره الداخليه، لانه يعني كفايه عنف. دي وجهه نظر، كانت وجهه النظر الثانيه انه يعني ايه كفايه عنف، احنا جايين ناخد حقنا بايدينا، دول قتلوا اخواتنا. يمكن احنا قادرين نقدر يعني وجهه النظر يعني الوجهتين في النظر، لانه يعني في جزء عنده الوعي الكافي والعقل الكافي انه يقدر يفكر في مواقف الصعبه اللي زي دي، لكن في ناس تانية مهما كانت حتى مثقفه ومهما كانت واعيه ومهما كانت فاهمه اكيد بيجي لها وقت وتنفعل وبتتصرف بناء على الانفعال ده. يمكن عشان كده في شويه مش عايزين نقول انقسام عشان الناس ما تفهمش ان هو انقسام بالمعنى الوحش للانقسام، لانه في الاخر مش عامل مشكله، يعني في الاخر الجبهتين ما بيضربوش بعض او ما يتخانقوش مع بعض مثلا، ولكن فعلا في رايين مختلفين جوه حتى الاحداث نفسها، في ناس بتحاول تخرج الناس وناس تانية مصممه على التواجد. لما اتكلمنا مع يعني احد الشخصيات الموجودين بالميدان وكانت الفنانه جيان فاضل، كانت شايفه انه يعني الاثنين موقفهم صحيح، ولكن برضو بلاش نلوم على الجزء الثاني اللي هو بيتبع طريقه العنف، لان هو شايف انه ما حدش خد له حقه فبدا ياخد حقه بايده، وكانت شايفه انه في الاخر المسؤول الاول والاخير عن كل اللي بيحصل هو المجلس العسكري.
العسكري بصفته المسؤول الأول والأخير عن مصر في المرحلة الانتقالية، وبصفته هو يعني في منصب يوازي أو يساوي منصب رئيس الجمهورية حاليا، كانت شايفة أنه هو لازم يسلم السلطة فورا، لأن الدم اللي كان اللي حاصل على مدار السنة ده هو السبب الرئيسي فيه، عشان كده لازم المجلس العسكري يرحل سريعا عشان نوقف الدم ده. كانت كمان شايفة أن الثورة اللي قامت والشباب اللي قوموا الثورة في البداية والشباب اللي فعلا بيحب مصر هم أكتر ناس لغاية دلوقتي ما خدوش فرصتهم في الحكم أو في أن هم يقعدوا على كراسي، كانت شايفة أن احنا المفروض نجربهم، المفروض نجرب القرارات الثورية. يمكن ده فعلا اللي بيطالبوا بيه الثوار في المحاكمة، مثلا طلبوا المحاكمة الثورية في الأول في قرارات المجلس العسكري وقرارات الحكومة، كانوا شايفين أن هو لازم يؤخذ رأي العام في الرأي العام في أي قانون أو أي قرار بيتخذه المجلس العسكري. نتمنى أن الوضع يبقى أحسن من كده، نتمنى أنه ما يحصلش شهداء جدد ودم جديد. جدير بالذكر برضو أن المصابين النهاردة يمكن وصلوا للألف ويمكن أكتر، يمكن دي إحصائيات مبدئية بس من المستشفيات الميدانية، ويعني هناك قتيل مؤكد ده غير الاثنين اللي سمعنا عنهم في السويس. نتمنى أنه ما يحصلش دم زيادة ونوقف بقى نزيف الدم ده زي ما الناس بتقول. خليكوا دايما معانا، تابعوا كل اللي بيحصل لحظة بلحظة.